اختلف العلماء في حكم زيارة المرأة للمقبرة. قال بعض العلماء يسن للمرأة أن تزور المقبرة، ويستدل على ذلك بما يأتي. أولا، الدليل الثالث ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في إحدى الليالي مختفيا عن عائشة إلى البقيع، فلما رجع عليه الصلاة والسلام وأخبرها ماذا قالت؟ قالت: ماذا أقول لهم يا رسول الله إذا خرجت؟ فقال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الحديث لما سألته وأجابها دل على السعة في هذا، لكن ما الجواب؟ حديث عائشة فيجاب عنه بجوابين، وهو أن هذا قبل النهي. الثاني أن استفسارها هذا قد يراد منه زيارة المقبرة، وقد يراد منه الدعاء إذا مرت بالمقبرة، لأنه ليس نصا صريحا في الزيارة، وإنما هو نص واضح في الخروج.